انه الحقيقه الفن دايما شيء اكتر من رائع، اكتر من مبهج، وبالذات لما يبقوا الفنانين الكبار، النجوم الكبار جدا اللي ملأوا الوطن العربي باصواتهم وبكلماتهم وبمزيكتهم واشاعوا كل البهجه، زي الفنان الكبير النجم اللامع دائما وليد توفيق، واللي بيطرح اغنيته الجديده مصر يا ام السلام، وصورها في منطقه الاهرامات. مش عارف اقول لك ايه ولا ايه، والله منورنا يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. مساء الفل والسعادة والورود والرياحين. ازيك؟ ومساء الفل والياسمين لكل المشاهدين علينا جميعا، كل اللي عاملين معك بالاستديو يا حبيبي. يعني اولا مبروك على الاغنية، الله يبارك بعمرك يا رب. ربنا يخليك يا رب. وعايزك تكلمنا عن الاغنية، الكلام، اللحن، وليه قررت طرحها اليومين دول؟ والله أنا كان عندي في الغردقة، كنت مدعو على ميس إليت انتخاب ملكة جمال. حلو. وكان الحفل جميل جدا. وتمتعت بسوما بيه والغردقة، المكان جميل حلو. فصورت على طول هناك، جاتني فكرة صورت 2 فيديو هناك والله. أغنية جديدة اسمها إحنا أصحاب السعادة لمحمد يحيى. حلوة. واغنيه ثانيه بتقول كان قلبي مملكتي عاشت الملكه، وبيشوفها بعدين بيحصل له بينزل من عرشه بقى وبيحب بيبقى سايح بالحب. وانا في مصر الحقيقه، انا بقالي غايب مده بعد الكورونا. ايوه. الحمد لله خلصنا منها. الحمد لله. بقالي مده غايب انا عن القاهره. بهرت بالقاهره. كنت اسمع وانا هنا في لبنان وانا في دبي، روحوا شوفوا ايه اللي بيحصل، الشوارع منوره، التجمع الخامس، الشيخ زايد، القاهره. فكنت انا عم بروح على الاستوديو كل يوم عم سجل اغنيه، فكل يوم نازل بالعربيه رايح جاي اشوف. ما شاء الله، الله يحمي مصر يا رب يا رب. انا عارف رغم الظروف الصعبه اللي عايشينها كلنا دلوقتي، شوفوا لبنان دلوقتي اللي كان بلد الجمال والخير، النهارده ما عندناش كهرباء، ما عندناش حتى الموظف اللي كان معاشه 1000 دولار بياخد 60 دولار دلوقتي. يعني حاله، شوف سوريا صعب، الموظف ب 4 دولار، حالتنا كلها صعبه. لكن الالتهاب اللي شفته في القاهره رغم الظروف، الناس عايشه وبتاكل الحمد لله، والمدن منوره بطريقه جميله والسيارات. فانبهرت، فانا كنت عامل اغنيه عن مصر بركوك الحبايب بعد الثوره، وجت الكورونا ما قدرتش اصورها الحقيقه. انا لحنتها في بيروت ووزعتها مع اسلام مرغني في مصر، وكنت عايز اصورها، فقلت فرصه طالما النور ده مشعشع في مصر، وطالما الحاجات اللي انا شايفها حلوه، فاخش اصور على طول. فاخذت القرار وحجزت، صورت بالهرم، صورت بالنيل، صورت بالشوارع اللي منوره كلها، وان شاء الله هيكون المونتاج اليومين دول تشوفوها باذن الله تعالى. باذن الله. استاذ وليد، يعني قلت لي حاجه حلوه جدا، انه كان بقالي فتره غايب عن القاهره، ولما رجعت للقاهره تاني حصل لي حاله انبهار. عارف انه لما بنكون احنا، والله العظيم مش بجامل انا لا والله صادق، احلى من امريكا، انا عايز احلى من امريكا وحياتي. الله يجبر بخاطرك. عارف احنا دايما لا لما بنبقى، والله بتكلم جد، والله لا صادق جدا، انا لسه جاي من كندا وامريكا، انا لسه جاي. انا ليه بسال كده؟ علشان احنا كقاهريين بالتحديد يمكن، او مصريين بشكل اكثر عموميه، احنا جوه فممكن ما نبقاش شايفين قوي، يعني احنا جوه المساله يوميا مش واخدين بالنا. لما حد بيغيب وبيرجع هو اللي بيبقى شايف الفروق عامله ازاي. حاسس ان الفرق عارف كتير. معلش معلش، عارف نضحك شويه، زي اللي عنده ست حلوه بيشوفها كل يوم فما بيقعدش يشوف جمالها كل يوم. فعشان كده الغايب لما بيرجع بيحس بالفرق جدا. سلام. الفرق سلام كبير قوي للدرجه دي على شوارع او على لا 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 لا، انا الحقيقه ذهلت، مبسوط لانه انا بموت في مصر وشعب مصر. انا مصر حبيبه قلبي، المدينه اللي بحبها واللي ليها فضل عليا، ونجومها كلهم اشتغلت معاهم وكبروا اسمي. فانا بفرح لمصر يعني. طب طمني على بيروت، لان انا اصلي من عشاق بيروت ولبنان كلها بصراحه. طمنا على لبنان وعلى هذا البلد. غريب، هذا البلد غريب رغم الوجع اللي قلته. انا يمكن المصريين اخواني لما بيجوا هنا بالسياحه بيقولوا ايه ده، المطاعم كلها مليانه، الناس كلها ماشيه حالها. هو اللي اكلها طبعا الجرح اللي فينا، هو انفجار المرفأ طبعا، ده كان صعب جدا، شهداء وناس اتدمرت، وافلاس البنوك كمان اللي حصل ده شيء كمان. المتقاعدين والموظفين يعني هم اللي ذبحوا دول.
في كارثه ربنا يخلصنا منها، لكن البلد جميل حلو، البلد حلو، الناس تعبانه جدا، املنا بالله عز وجل انه نطلع من الحفره اللي احنا فيها يا رب يا كريم يا رب. لا بس اصل لبنان على راي الست فيروز ده الاخضر الحلو، فهيفضل طول عمره اخضر والله وحلو. والله كنا في استديو كنا متناقش الست، فقال لي يا راجل الحمد لله عندنا كهرباء، ده في بيروت مفيش كهرباء. لا كل مطارات مفيش ميه مفيش كهرباء، ترجع تستهل. احلى من الاول والله، لبنان دي تستاهل كل حاجه حلوه. انا مش بقول كده، انا مش بقول كده كاني بلمع صورة، لا انا عارف في وجع وعارف الجنيه النهارده صعب وعارف، بس الحمد لله الحمد لله احسن من غيركم بكتير الحمد لله ربنا. نعمه من ربنا الحمد لله. انا بشكرك جدا 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 على المداخله ونورتنا وشرفتنا، والف مبروك على الغنوه، والف شكر على كل الكلام الحلو اللي يرفع الحاله المعنويه كده ويفرحنا ببلدنا. وفعلا زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، البني ادم لما بيبقى غايب عن الحاجه هو اللي بيقدر يقيم حجم الاختلاف عامل ازاي.